السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ولسه مكملين مع الطماطم المكشوفة. الناس اللي متابعانا من البداية وإحنا بنزرع الجزئية الأولانية هناك، العمر الصغير، كنا إحنا قلنا جدول تسميد الخاص بي أنا أو الخاص بشغلي أنا. بالنسبة للطماطم في البداية أنا بحتاج نمو خضري، وبالتالي بدعم باليوريا مع حامض الفسفوريك، بدعم ب 12 61 زيرو، بدعم ب عشرينات وهكذا مع السماد البلدي ده في الشهر الأول، ماشي على كده، مع تسميدة كالسيوم، مع رشة أحماض أمينية، وأمورنا الحمد لله تمام. إحنا كده بالظبط عمر الطماطم شهر ونص. هنا بقى إحنا خلاص عندنا الحمد لله عقد وعندنا تزهير، تزهير واضح أهو. خلاص إحنا داخلين في مرحلة تانية، مرحلة التحجيم والتلوين. إحنا حاليا الفترة دي الجو شايفين غيوم، ما عندناش شمسة بقالنا 3 أيام تقريبا، في تغييم جزئي على المنطقة اللي احنا فيها تمام كده. وهنا احنا بنكشف الصبح عشان خاطر الندى اللي نازل على الشاش ما يعملش لي رطوبة تحت الشاش، وبالتالي يحصل لي عفن رمادي او يحصل لي بيات زغبي. فهنا لازم كل يوم الصبح اكشف ولازم اغطي اخر النهار عشان البرد. طيب احنا في الفترة دي، عشان نرجع لموضوع الفيديو، احنا في الفترة دي محتاجين تحجيم وتلوين. احنا عندنا عقد وعايزين العقد بتاعنا ده هو يكبر ويلون عشان خاطر نجمع وينتهي المحصول معانا على خير. يبقى هنحتاج 0.52 34 الفترة دي لا غنى عنه، ونترات البوتاسيوم 12 6 40 تمام كده، او ايا كان نوع نترات البوتاسيوم، وتسميد نترات الكالسيوم. تسميد نترات الكالسيوم يعني عندنا 3 ايام في الاسبوع، يوم 0.52 34 ويوم نترات كالسيوم ويوم نترات بوتاسيوم. طبعا المغنيسيوم والعناصر الصغرى والهيوميك اسيد والحاجات الثانويه دي برضو لا غنى عنها. احنا بنتكلم في الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها عشان نحول الزهر ده لعقد والعقد الى تحجيم وتلوين. والفتره دي لو انت عندك البرد شديد تقدر تعفر بالكبريت، كبريت الزراعي تقدر تجيبه وتعفر بيه عشان خاطر تدفي النبات بتاعك. طيب لا غنى برضو عن رش الكالسيوم بورون عشان ما يحصلش عندي عفن طرف زهري تمام كده. طيب لو رتبنا الاوراق يبقى انا عندي يوم التسميد العادي بتاعي 10 52 10 او 10 50 10، ويوم نترات بوتاسيوم ممكن اخلط مع ال 10 50 10 سلفات مغنيسيوم، ويوم عندي 0.52 34، ويوم عندي هيوميك اسيد وعناصر صغرى او عناصر صغرى بس مع السماد السمكي، ويوم نترات الكالسيوم، وعندي الحديد ممكن اضيفه مع الكالسيوم تمام كده. وان شاء الله نوصل بالانتاج لاعلى معدلات باذن الله رب العالمين لو فضلنا ماشيين على الوتيره اللي احنا ماشيين بها دي. الفتره الاولانيه احنا الحمد لله حصلنا على عقد كويس، تزهير اهو زي ما هو واضح في الفيديو، التزهير بتاعنا اهو. لو احنا رحنا الخط اللي جنبه برضو التزهير اهو، لو احنا رحنا على الخط اللي بعده برضو التزهير اهو، ما عندناش فيه مشاكل. شايفين الزهر الاصفر، اللون الاصفر ده كله كده تزهير. لو جينا على الخط اللي جنبنا برضو التزهير اهو، الخط اللي بعده برضو تزهير اهو تمام كده. طيب الناس اللي متابعانا والناس اللي مش متابعانا من البداية تقدر تتابعنا على الفيديوهات بتاعتنا في الوصف، هنسيبها تحت الفيديو كل الفيديوهات الخاصة بالطماطم المكشوف من بداية الزراعة والتسميد في العمر الأول والتسميد في العمر الثاني، وازاي او يكون عندي وقاية من الأمراض الفطرية، وازاي يكون عندي وقاية من الأمراض الحشرية والفيروسات خصوصا في الحقول المكشوفة. لو بصينا كده الطماطم بتاعتنا الحمد لله نظيفة جدا جدا جدا، والحمد لله التزهير كويس والعقد بتاعنا كويس. طبعا احنا ما رشيناش غير رشة واحدة بس، المثبت الزهرة والعقد اللي احنا كنا قلنا عليهم في فيديو، ولحد الآن ما رشيناش غير عناصر صغرى في الشهر ونص ده مرة مع أحماض أمينية ومرة مع طحالب بحرية. بالنسبة للكالسيوم بورون رشينا برضو مرتين خلال شهر ونص. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.